اتجه عدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقديم أو المشاركة في برامج تلفزيونية في الآونة الأخيرة. هؤلاء النجوم الذين حققوا ملايين المتابعين على حساباتهم ينتظرون انتشارا أوسع ربما على مستوى العالم العربي، لكن قلقا يسود عند متابعيهم بانطفاء نجوميتهم مع ظهور أو مع الظهور المكثف في وسائل مختلفة. وعلى العكس من هذا، فقد اختفى عدد من نجوم البرامج اليوتيوبية عن الضوء لأسباب مختلفة، رغم أن بعضهم عاد مؤخرا بعد غياب استمر طويلا. ينضم إلينا اليوتيوبي التائب محمد بازيت. طبعا أرحب فيك يا محمد. يا تائب ولا متقاعد نقول؟ لا نقول سابق. تائب أطلع في صناعة الموت. يصير استنى اليوم في العربية نقول لك على لا إن شاء الله ما نطلع في صناعة الموت. إن شاء الله أبدا. أول شيء شكرا على الاستضافة ومبروك للاستوديو الجديد. شكرا، كيف حلو صح؟ جميل، بلغوني الشباب أنا أول ضيف عندكم في الاستوديو الجديد. صحيح. كويس، مرة جيد. منزل مبارك. تسلم. طيب قل لنا أنت يعني هل تركت اليوتيوب وخلاص يعني أنت استبقت أنه خلاص أنه اليوتيوب انطفى وكل نجومه راح ينطفوا؟ لا، يوتيوب كموقع بالعكس شغال وبومينج ويعني موقع. ميزة اليوتيوب أنه تايمليس، غير قابل لل... أيوة. لا بس البرامج اليوتيوبية في السعودية تحديدا لا زالت موجودة، لكن في تقديري الشخصي الموضوع كان في بوم معين، كان يوتيوب طالع شيء جديد بالنسبة للناس، في برامج بيقدموها سعوديين، بيعدوها سعوديين، بيطلعوا عن قيود أي مؤسسة إعلامية معروفة، بيقدموا اللي يعتقدوا الناس أنه بيمثلهم بشكل مباشر. أيوة. فلو وهج زي أي شيء يطلع في البداية، لكن لا زالت في برامج. أنا أعتقد أنه استقر، يعني وصل للحد الطبيعي له. بالإضافة إلى في موضوع ثاني، وهو أنه في البداية كان في 5-6-7 قنوات، فكل واحد فينا قادر أنه يتابعها. أيوة. الآن في أكثر من 40-50 قناة فيها برامج سعودية منتظمة، فبالتالي كل قناة صار لها جمهور واضح. أنت بتتابعي قناتين ثلاثة، هذه اللي بتهمك، ما بتتابعي كل شيء ثاني موجود. يعني أنتوا اللي طلعتوا في البداية خلاص قطفتوا الوهج والشهرة نقول؟ ما في شك، اللي يطلع في البداية يعني لو خلينا نقول الثمرة الأسبقية. أيه. فبياخذ الوهج، بياخذ الكثير من التقدير، حتى لو كان مستحق أو غير مستحق هذا موضوع ثاني. بس اللي بيجي بعده بيجي لازم يثبت نفسه بشكل أصعب، واللي بعده بشكل أصعب، وتصير يزيد التحدي. طب والانتقال لموضوع التلفزيون، يعني هي كأنه أنه كثير من الناس ماخدين اليوتيوب كيعني خطوة أولية وبعدين الانتقال إلى التلفزيون، رغم أنه قليل نجحوا في التلفزيون كمان. أنا كنت شغال تلفزيون ورحت يوتيوب، فهي صحيح. يعني العكس، كانت هجرة معاكسة. لكن هي بلاتفورمز مختلفة، منصات إعلامية مختلفة، كلها صحيحة وكلها ممكن الواحد يشتغل فيها، لكن إذا وجد نفسه في المنصة الصحيحة، يعني إذا أنا عندي شيء أقدمه سواء كان تلفزيون، أنا اشتغلت راديو، اشتغلت تلفزيون، اشتغلت يوتيوب، فقدمت في الثلاث منصات، أنجحهم كانت بالنسبة لي اليوتيوب لاعتبارات كثير، لكن ما أعرف إيش دوافع الآخرين، كل واحد عنده دافع الشخصي، ممكن الدوافع تتنوع، ممكن تكون دوافع ظهور أكثر، ممكن تكون دوافع مادية أحيانا، يعني التلفزيون عنده القدرة أنه يدفع مبالغ عالية، هذا مو بالضرورة معناته أنه أنا أو غيري أخذه، لكن تختلف من شخص للثاني تجربة. لا بس هي في بعضهم كانوا بيقولوا انه لا وما حنروح للتلفزيون ابدا. صح. وبعد كده راحوا للتلفزيون، يعني ممكن رجعوا لليوتيوب ثاني، التلفزيون ما مشي كثير احيانا مع بعض منهم. هذه مشكله التصريحات الغير ناضجه شويه. أيوة. ما تبي تعمل تصريح غير ناضج عندنا اليوم؟ لا لا، عندكم تصريحات غير ناضجه قبل. خلينا نشوف بعض التغريدات على هذا الموضوع. مو شرط، في شخص بيقول انه مو شرط على حسب طريقه طرحهم للموضوع والحلقه اللي بيقدموها على التلفزيون. صح. هل تعتبر في احد من زملائك ناجح على التلفزيون؟ كانت أعتقد تجربه ليش لا كانت جميله جدا، وان كانت ما هي امتداد اليوتيوب، لكن أيوة. استغلال لشعبيتهم. ايوه، للشباب بداوا كلهم من اليوتيوب. صح. ليش لا، كان مسلي، كنا بنحكي عن هذا الموضوع. اي تغريده ثانيه، والله نغثينا منهم بتجيبوهم للتلفزيون كمان بعد، يعني عبر انه خلاص بكفايه يعني انه مين ايش اسمه بالضبط عشان اتفاهم معه بعدين. ترجع تلاحقه. لا بس فعلا يعني في بعض منهم يقول لك انه انت مثلا سواء نجم يوتيوبي او انستغرامي او سناب شات وكذا، خليك في المكان اللي عرفوك فيه الناس. في النهاية الناس بتعتقد انه انا طالما تابعتك وكنت يعني عرفتك من البداية قبل ما انت تصير مشهور، فانت انا الان لي الحق اني اعطيك رأيي في انت ايش تسوي في حياتك. هذا غير صحيح. يعني انا في النهاية كإعلامي انا او غيري، انا عندي خيارات في الحياة، انا عندي حياة ثانية غير حياة ظهوري على اليوتيوب او غير حياة ظهوري على سناب شات او غيره. خياراتي الحياتية من حقك انك انت تيجي تقيمها وتقول لي لا انت ظهورك هنا زي وجهك بايخ لا تطلع. أي. لكن مش من حقك انك تحاسبني ليش انا طلعت هنا.
أيوة. لأن في النهاية هذه حياتي، هذه خياراتي الشخصية، وفي النهاية المشاهدات يعني هي بتحكم، والمشاهدات عندي بتحكم، وقراري يعني أنا قررت أن أوقف برنامج يعني التاسع لربع لما وقفنا كان بيحقق مشاهدات ممتازة، كان عندنا قاعدة جماهيرية جيدة، لكن اعتقدنا أنه هذا كفاية بالنسبة لنا وقفنا. كفاية ولا تعرضتوا لضغوط؟ لا إطلاقا بالنسبة للتاسع لربع إطلاقا، يعني أنا انسألت هذا السؤال كثير، عمره ما في اي يعني ما ادري هل هي عشان احنا ما بنتشاف اصلا فهم يعني ما في احد بيضغط علينا ولا لكن فعلا ما كان في اي ضغوط. لا بس بعض الناس بيقولوا انه في يعني جت عليكم ضغوطات انه يعني زي خفضوا صوتكم او خفضوا سقفكم او ما الى ذلك يعني. اعتقد تويتر اليوم الهاشتاجات اللي بتطلع في تويتر اعنف من اي برنامج يوتيوب يطلع في السعوديه احيانا. فيها صراحه، فيها قوه، فيها طرح لاراء الناس بشكل واضح جدا. فما اظن في اي برنامج يوتيوب يتعدى هذا السقف اصلا، واجين تجربتي انا الشخصيه ما كان فيها اي ضغط او باي شكل من الاشكال. أي طب أنت مثلا هل تفكر بس إنك... اللي واقف ورايا الحين قاعد بيقول لي يقول هذا الكلام لا تصدق ما في أحد وراء ولا حاطين أحد وراء. طب أنت دحين بعد يعني خلاص وقفت يوتيوب تفكر ترجع تاني، تفكر ترجع تلفزيون تاني؟ ممكن أنا رجعت كمنتج، إحنا سوينا مسلسل اسمه برجرتي، هذا من إنتاج الشركة اللي أنا شريك فيها، يعني بنسوي أشياء مو بالضرورة أطلع أنا فيها بشكل واضح، كل الخيارات في النهاية مفتوحة إذا كان عندي المحتوى المناسب اللي أنا أبغى أقدمه، ما عندي خطة أني أرجع أنا أيوة شخصيا أيوة. لكن إذا كان عندي المحتوى المناسب اللي أنا مقتنع فيه ممكن أرجع. طيب جميل محمد، إحنا بنشكرك على وجودك معنا، وبيستناك الشخص اللي واقف عشان يتفهم معك. شكرا لك، كان معنا محمد بزيت.